المؤسسات اللي خضعت لرقابة ديوان المحاسبة لعام 2018 120 جهة حكومية، منهن عدد الهيئات مستقلة وشركات وجامعات 50 جهة عليهم ملاحظات من أصل 74، هذا يعني أنه في عندنا 24 ما عليهم مش أي استيضاح. أيضا بلغ عدد الاستيضاحات والمخرجات الرقابية على الوزارات 30 وزارة ودائرة من أصل 54، يعني أيضا 24 ما فيهم مش أي استيضاح. حجم المبالغ المتوقع تحصيلها من هذه الاستيضاحات بلغ 110 مليون دينار. حياكم الله. أعتذر. تقارير ديوان المحاسبة، انطباعات أم حقائق؟ شبهات فساد أم مبالغة؟ مخالفات أم جرائم؟ هذه الأسئلة التي سأطرحها اليوم في التقرير الذي يراه البعض مناسبة للطعن في مؤسسات الدولة، فيما يراه آخر بأنه جهد رقابي محمود. اليوم سنتقمص دور القاضي، لن نتحدث عن أي شبهة فساد لم تثبت ولا يوجد فيها دلائل، لن نتحدث عن بطولات ما لم تثبت، ولن نؤمن بأرقام مستردة ما لم نرى تفاصيلها. فالقاضي لا تأخذه العواطف ولا الانطباع بقدر ما يحكم على الدليل القاطع بالدلائل. لكن للأمانة هناك سؤال يدور في خاطري، إذا كان ديوان المحاسبة يراقب، فمن يراقب ديوان المحاسبة؟ هل ديوان المحاسبة يخلو من المخالفات؟ هذا السؤال يجيبنا عليه ضيفي اليوم رئيس ديوان المحاسبة الأستاذ عاصم حداد. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير. وأهلا برئيس لجنة التدقيق على تقرير ديوان المحاسبة الأستاذ سعادة النائب معتز برومان. مساء الخير يا سيدي. هلا سيدي. في حد براقب عليكم يا سيدي؟ نعم. مساء الخير أستاذ عامر، ومساء الخير للأخوات والأخوة المشاهدين. سيدي نعم. إذن بعد نعم بعد هذا الفاصل. صوت المملكة بدأ. أهلا بكم جميعا. يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك، كما يمكنكم أيضا طرح الأسئلة. أهلا بكم. قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي داود رئيس الفريق المكلف بتصويب مخالفات تقرير ديوان المحاسبة 2018، قال إن الحكومة انتهت من تصويب 489 مخالفة من أصل 1105 قبل استلام التقرير رسميا، إحالة 37 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كونها تتضمن شبهات فساد لاتخاذ الإجراءات القانونية، إحالة 47 مخالفة إلى القضاء لوجود تجاوزات قانونية وشبهات اختلاس، إضافة إلى اتخاذ 71 قرارا باسترداد أموال عامة تم إنفاقها من دون وجه حق أو سند قانوني، سحب 1300 مركبة حكومية فائضة عن الحاجة من الوزارات والمؤسسات والدوائر. أهلا بكم جميعا. محفظ الألقاب سأبدأ اللقاء. مساء الخير معتز. أهلا بك. نبدأ اللقاء وأعود إلى السؤال. سيدي أنتم بتراقبونا. نعم. تكتبوا مخالفات. نعم. وبتمسكونا. مين بيراقبكم؟ سيدي في قرار. نعم. من مجلس الوزراء وتعميم من معالي وزير المالية بإنشاء. نعم. وحدة رقابة داخلية في كل مؤسسة. نعم. بما فيها ديوان المحاسبة. نعم. ومرجعية. نعم. وحدة الرقابة الداخلية التطبيق الداخلي مناطة أو على اتصال مباشر مع رئيس هذه الهيئة أو السلطة أو المؤسسة، فلذا ديوان المحاسبة مؤسسة رقابة داخلية مناطة برئيس الديوان، وأتابع شخصيا أي مخرجات رقابية على الديوان. في ترهل عندكم بالديوان ولا لا؟ سيدي نعم. راح أكمل سؤالي وبجاوبك. تفضل. نعم سيدي. وفي هنالك مؤسسات دولية وإقليمية مهنية مثل الإنتوساي والأسوساي اللي هي الأسيوية والعرب ساي اللي هي المنظمة العربية، تقيم أعمال دواوين المحاسبة بالدول الأعضاء، وإضافة إلى جهات دولية بتزور الديوان وبتقوم بالاجتماع مع المعنيين
وبتحاول تطلع على إجراءات العمل وأنظمة العمل والبرامج العمل، وبتعطي تقييم دوري لديوان المحاسبة بالأردن أو الدواوين المحاسبة اللي هي أعضاء أو تحت إشراف هذه المجموعات. أبسط سؤال آخر معلش، بطول باله علينا معتز شوي. أبشر. ما في مخالفات بحق الديوان؟ سيدي، وإن كان هناك مخالفات لماذا؟ سيدي لا يوجد مخالفات التقرير. لا يوجد. أنا مخالفات بمعنى مخالفات سيدي، أنا جديد على المرحلة لكن لم أطلع على أي مخالفات في ديوان المحاسبة في عهدي الجديد، وأؤكد لك أنه ديوان المحاسبة بدأ بنفسه، وموضوع الرقابة الداخلية في ديوان المحاسبة حتى نكون مثال لغيرنا، لا يوجد مخالفات بمعنى مخالفات. وهذا سؤال سيدي سألته، طلبت مدير الرقابة وتحدثت معه شخصيا بهذا الموضوع وطلبت تقاريره واطلعت عليها، وأنا مسؤول عن هذا الكلام سيدي. طيب الله يقويه. الله يسلمك. أهلا بكم. إذن تقرير ديوان المحاسبة هذه المرة مختلف في مجلس النواب، في سر؟ نعم. تفضل. بداية بس بدي أعقب على سؤالك، و يعني نبارك للدكتور أيضا. صحيح، مبروك. الله يبارك موقعك رئيس لديوان المحاسبة. وأريد أن أشيد هنا بالمهنية، يعني عطوفة الدكتور هو مهنيا مدقق حسابات، يعني هو بسموه يعني authorized auditor، وبالتالي يعني هذه أول مرة يشغل المنصب، منصب مدير رئيس ديوان، رئيس ديوان المحاسبة، رجل من الكاليبر المهني. شكرا. وهذا شيء يعني احنا نراه ايجابي. تعرف ان التدقيق هو بالاصل، يعني في ناس بيخلطوا ما بين الرقابه والتدقيق. اليوم ما يمارسه ديوان المحاسبه هو تدقيق اكثر منه دور رقابي، رغم انه الفرق بينهم انا راح اوضحه، رغم ان الدور اللي احنا يعني منآمن فيه وبدنا نشوفه كمان نفعله اكثر، الدور الرقابي المسبق السابق لاقتراب الأخطاء، ولكن تغير النهج بالسنة الأخيرة أو قبل سنتين عندما ارتأت الحكومة أن الدور الرقابي يصبح دور متأخر، بما لا يتيح للمراقب أن يكون جزءا من اتخاذ القرار. يعني اليوم إذا أنت بتراقب على مؤسسة أو على وزارة، الوزارة اتخذت قرار معين، إذا كان دورك الرقابي السابق اعتبرت بعض المعايير الدولية أنك جعلت من المراقب جزءا من القرار المتخذ لأنه هو وافق عليه، وبالتالي يخلق هذا نوع من الضعف في أداء الوظيفي. بس أنت قلت لي أنه تدقيق أكثر من رقابة. ممتاز، هذا بحكي لك ليش. بعض المعايير الدولية اعتبرت أن الرقابة يجب أن تكون لاحقة، وبالتالي تصبح تدقيقا، لأنه أنت عندما تراقب ابتداء أنت تراقب على أمر قد يحصل أو لا يحصل، وبالتالي تمنع حصوله، مش هيك اسمها رقابة. نعم. يعني بالمصطلح البسيط الآن المتداول، أنك لما تكون دورك رقابي فأنت تمنع ارتكاب الخطأ. نعم. دورك تدقيقي أنت بتمسك الخطأ بعد ما يرتكب، وهذه فيها فلسفتين. الدور التدقيق اللي بيقوم فيه ديوان المحاسبة الآن هو دور يعني يمتثل أكثر للعينات، وهذا إشي أنا يعني بعتبره ليس مثلبا، ولكن اليوم في ظل وجود معايير غير متبعة بشكل قويم في مؤسسات الدولة، يجب أن تكون التدقيق نسبته أعلى. واللي بصير في ديوان المحاسبة أنه لما بيلاقوا أن هنالك يعني خلينا نحكي مجموعة أخطاء في قسم معين بيزيدوا حجم العينة، لكن الشكل العام من التدقيق المتبع حاليا هو تدقيق لاحق ويعتمد العينة. من يشرف على ديوان المحاسبة؟ هو ديوان المحاسبة بالنهاية ذراع رقابي لمن؟ ليس للحكومة، هو ذراع رقابي يتبع لسلطة مجلس النواب. صحيح. هذا دستور بيحكيه. صحيح. الآن الدور اللي بيمارسه الحكومة ونشكر يعني معالي سامي الداود ودولة رئيس الوزراء أنه كمان بيحاول التحوط والحذر من أي يعني قضايا قد تمس بالسلطة التنفيذية، وبالتالي بدقق على أنفسهم قبل ما احنا ندقق عليهم. هذا يعني اجتهاد لم يرد في الدستور، هذا اجتهادهم هم مشكلوا لجنة وأناطوا بهذه اللجنة من الوزراء دور تدقيق هذا الكتاب، بلكي خفت اوراقه، بلكي نكست اوراقه. ممتاز. هذا الكتاب، هذا الكتاب ديوان المحاسبه 600 صفحه، هو موجه لمن؟ هو مش موجه للحكومه، هذا موجه لمجلس النواب. ليش؟
انت ما بصير تراقب على نفسك، انت نفسك قلتها صحيح. يعني انا اللي براقب عليك، انا بستخدم ذراع رقابي هو ديوان المحاسبه. الان انت كسلطه تنفيذيه لك دور جانب اخر اسمه الرقابه الداخليه. شو الرقابه الداخليه؟ هذا جزء من السلطه التنفيذيه وليس جزءا من ديوان المحاسبه. في كل وزاره الان في وزاراتنا 120 مؤسسه هنالك جسم رقابي يتبع في سلطته لمين؟ للوزير المعني، وبالتالي ولايه الوزير عليه. طيب. رغم يعني خلينا نسميها حياديه، افتراض حياديه الدور الرقابي، الا انه الحياديه لا تكتمل لانه يتبع في سلطته للوزير. طيب سيدي بعد امرك بس شوي. نعم. والله يا سيدي انا ما عندي وقت للامانه ان اقرا التقرير كامل، هي التقرير ديوان المحاسبه. بس يعني بعجالة الواحد دخل على هذا التقرير لاحظ فيه شغلات، يعني مثل أني صفحة سيدي 52 سيدي حتى أنه نسهل عليك، بيقول لك فيه اللي هي لدى إجراءات دراسات حول الرواتب والامتيازات والمكافآت خاضها رؤساء مجالس الإدارات ومدراء العاملين بعام 2015. يعني ما زلت التقرير بيحط لي أمور بعدها ب 2015 و2016. إذا بتروح على صفحة 58 لدى مراجعة وتدقيق وتحليل وتقييم الأداء لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية للفترة 2014-2017 تبين وجود عدد من الملاحظات والمخالفات فيما يلي. يعني لسه واحد مدير بالوكالة في مكتب المدير العام من 2014، الله أكبر، وهذا ما عدو موجود. بتروح على وزارة الطاقة والثروة المعدنية صفحة 223 فرضاً يا سيدي فرضاً، بتحدث لك عن تعيين موظف مدير لصندوق تشجيع الطاقة براتب كذا من عام 2014 وبعدتم مش ردين لكم خبر. بتروح احنا خلنا نتحدث بصراحة على مؤسسة الإقراض الزراعي، بقول لدى التدقيق على المكافآت المصروفة إلى وزير الزراعة السابق للفترة فترة 2014 و2016 ماشي يا سيدي، تبين أنه في له ماخذ مكافآت وما إلى ذلك خلافا لأحكام المادة 9 ولا شفنا منه إشي. أو هذا الدور إذا إحنا هاي فرضا بكفي هذول هون، إذا هذا الموضوع إحنا بدنا نظلنا نأخذه ب 2018 و2019 و2020 بالتالي الناس تقول لك والله يا عمي ديوان المحاسبة هو من يحتاج إلى محاسبة. كويس. شو بدك تعمل يا سيدي؟ سيدي أنت جديد سيدي. بدك تقول لي شو بدك تعمل؟ سؤال مهني وموضوعي. تفضل. اللي تفضلت فيه كلام سليم واللي تفضل فيه سعادة النائب كلام صحيح. دور ديوان المحاسبة الرقابي ليتماشى مع متطلبات تعديل القانون آخر تعديل بعام 2018 ومعايير الانتوساي اللي هم 96 مطبق منها 32 تتطلب أن يكون الدور الرقابي الأساسي باستثناء راح أذكر لك الاستثناء هو لاحق. لاحق معناته بعد انتهاء السنة المالية أو العملية المحاسبية. زي ما تفضل سعادة النائب لما بنكتشف خطأ في مؤسسة أو موقع معين بيتطلب الأمر معناته هنالك في خلل انه نرجع ان نزيد حجم العينه ونرجع لامور لم تكون خاضعه للعينه في السابق وبالتالي قد ينجم عن هذه العمليات التاريخيه مخالفات يتوجب ذكرها. بعض الامور سيدي بتورد في تقرير ديوان المحاسبه لا يتم تسديدها بمعنى انه لم تغلق او لم يتم معالجه هذه القضيه وتبقى قائمه الا اذا حولت طبعا عن طريق اللجنة المالية بسعادة النائب عضو في اللجنة المالية من خلال اللجنة المالية مجلس النواب إلى هيئة مكافحة الفساد أو إلى القضاء. هذا راح أسأل عنه النواب. نعم بس بقول لك كيف الإجراء ديوان. تفضل. هلا سيدي أنا معك تقرير ديوان المحاسبة وإجراءات العمل بديوان المحاسبة بحاجة إلى تطوير واستخدام وسائل. ماشي تسمح لي اقرا لك شيء الفكره لاني هاي والله هذه اكثر شيء انه يعني لفت انتباهي. تفضل. تم صرف تعويض لعدد من المزارعين بعد 7 أشهر من حدوث الضرر ودون ابراز سند تسجيل او مخطط اراضي حديث او عقد ايجار مصدق بل تم الاكتفاء بحلف اليمين. اي هو انا بمحكمه ايش هاي بالله وين هذه سيدي؟ هذا هي سيدي 264 5 هاي انت تقرير 2018 2018 لسه ما وصلناش. شوف شوف ما طلعتوش لا بس انا احنا يعني هذا الموضوع انه مثل هاي المواضيع. طيب يعني اذا انتم عارفين كل شيء طيب شو بدنا نعمل فيه؟ ليش سيدي انا بدي اجاوبك اذا بتعطيني بس مجال اني اجاوبك راح اجاوبك قد ما بدك يا سيدي. تفضل سيدي.
ورود الملاحظات بتقرير 2018 التاريخي لا يعني إنها أثيرت ب 2018. في مخرجات رقابية ترسل إلى الجهات المؤسسات الدولية المختلفة في وقتها ويطلب منهم الإجابة خلال 30 يوم. وفي حال أنه لم يتم الإجابة أو لم يتم تسديد هذه الملاحظة وكمان من خلال متابعتها من اللجنة الوزارية اللي تفضل فيها سعادة النائب اللي فيها أمين عام ديوان المحاسبة عضو الأمين العام عندنا عضو ومتابعة اللجنة المالية تبقى يتوجب ذكرها في التقرير السنوي. لكن مع أني ذكرت ذلك التوجه للعام 2019 ممتاز بالثلث الأخير سيدي والمرحلة القادمة كان عندنا لقاء اليوم في رئاسة الوزراء وكانوا زملائك موجودين صحيح. في توجه مختلف لتطوير أساليب وأدوات العمل والنظرة لدور مدقق أو الدور الرقابي لديوان المحاسبة. المنهجية العالمية سيدي والممارسات العالمية اختلفت وتطورت وواجبنا أنه نطور أداء و إجراءات ووسائل التدقيق بديوان المحاسبة لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية اللي هي تعرف تنظمها الإنتوساي. أعطينا مثال. نعم هلا سيدي أنا ذكرت سابقا ديوان المحاسبة اجتمعنا مع سعادة رئيس مجلس النواب وأبدا كل دعم اجتمعت مع دولة رئيس مجلس الأعيان ومع دولة رئيس الوزراء وتحدثت معهم بهذا الموضوع وذكرت لهم شو التوجيهات ولقينا كل دعم. شو التوجيه سيدي المستقبلي؟ توجيه سيدي في إشي اسمه comprehensive audit approach هو المنهجية الشاملة بالتدقيق. لما نروح على مؤسسة معينة ندقق يتوجب بالأساس فهم كامل نشاط المؤسسة إجراءاتها تعليماتها مسؤوليات job description لموظفينها. بعدها توضع خطة التدقيق. خطة التدقيق يجب أن يقابلها الجانب الآخر اللي هو التركيز على المخاطر الريسك بيست بالعالم. هلا في شيء اسمه ريسك بيست أبروتش بدك تحدد ما هي المخاطر الرئيسية تنظر إلى الأهمية النسبية الأمور ذات الجوهرية وذات القيمة المرتفعة وذات المخاطر المرتفعة تبدأ في تدقيقها وتغطيها شموليا بالعينة وثم تأخذ عينة محدودة من الأمور الأقل أهمية نسبية. هذا سيدي راح يطبق اعتبار من شهر واحد راح يلمس المواطن راح تلمسوه بتقرير 2020 سيدي لأنه 2019 إحنا في منتصف شهر 12 في تلتين إحنا نصدر وبعرف سعادة النائب إنه إحنا صرنا نصدر تقارير كل ثلث سنة 4 شهور يتم البحث فيها مع مجلس النواب الكريم من اللجنة المالية ومع اللجنة الوزارية وإحنا في طور إنهاء الثلث الأخير. فإحنا لا نستطيع أن نغير تقارير رقابية بوحثت أو قدمت ماشي. لكن سوف يبدأ نعم. طب سيدي يعني ب 2020 راح نقرأ ديوان المحاسبة تقاريره فقط لعام 2020 يعني إذا نعم. الآن نيجي وياك على هذا 2018 نعم. نعم. 600 صفحة نعم. يبقى 2018 الحقيقي يلا يطلع ل 2025 صفحة كله 2014 و15 و16 نعم. وفي منه ب 2009 نعم 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 سيدي سؤالك منطقي وجيد سيدي. تفضل سؤالك منطقي وجيد سيدي. لما انت دائما في شيء اسمه subsequent discovery of fact في المنهجية العالمية للتدقيق هي اكتشاف حقائق لاحقة خلال تدقيقك سنة 2018 قد تتوصل في مخالفة وجدتها ب 2018 لكن تعود جذورها إلى سنوات سابقة. واجب المدقق أو تقرير ديوان المحاسبة يرجع لأصول هذه القضية أو المخالفة ويذكرها في تقريره ولا يجوز غض النظر عنها. طيب سأتي إلى تفاصيل أكثر مع معتز بعد الفاصل. تفضلوا بالبقاء معنا فاصل قصير. أهلا بكم من جديد وأهلا بضيف مباشرة إلى معتز برمان. الآن هذه التقارير تقرير ديوان المحاسبة هي حقيقية أم يؤخذ بها بشكل حقيقي في مجلس النواب أم إنه روتيني خلاص على هالجلسة وتوكلنا على زي بكرة صباحا في عندكم المجلس بالبرنامج على شو اسمه تقرير ديوان المحاسبة 2017 بكرة 2017 بداية سؤالك في محله لأن درجة مجالس النيابية السابقة على عدم
دراسة أو تقديم تقرير ديوان المحاسبة في التوقيت الزمني الصحيح، حتى بات هنالك يعني عبارات تطلق أن هذه التقارير للأرشيف، بمعنى أنها يعني تجمع وتصنف وتبوب ثم توضع في المستودع. في قبل عامين تقريبا ابتدأنا بتغيير النهج، خمس سنوات من 2009 ل 2015 أنهيناهم في بداية 2016، كان متراكم وكان ذلك يعني شكل ثقل وعبء كبير على عملنا الرقابي النيابي الصحيح. وبتعرف يعني الدور أساسي لمجلس النواب هو الدور الرقابي. تم تغيير النهج، وهذه يعني تشكر بها يعني رئاسة مجلس النواب ودور اللجنة المالية الموقرة، بأننا أصبحنا الآن نواكب بشكل فوري جميع التقارير التي تقدم إلينا أولا بأول. اليوم إحنا أنهينا تقرير 2017، وأعطيك فكرة عن مخرجات التدقيق اللي قمنا فيه، و2018 راح نبتدئ فيه خلال الشهر القادم مع بداية دراستنا الموازنة لعام 2019، ثم ما تفضل به طوفة الدكتور بأننا سنتابع بشكل ربع شهري ربع سنوي أو تقرير تقدم ديوان المحاسبة، حتى يكون هنالك تدقيق مباشر ويحقق الميزة الزمنية. طب سيدي أيضا هي تحسب للحكومة وشهادة لله هاي المرة إنه الحكومة مرة هاي بتقرير ديوان المحاسبة بلشت تشتغل أول بأول، وعملوا لجنة وقاعدين بيشتغلوا عليها. ما إنه حسبناها لمجلس النواب نحسبها للحكومة. بس بدي أسألك سؤال، طيب الآن مش بإيد مجلس النواب إنه يضغط على هذه المؤسسات إنه أعطيني استيضاحك وإلا سيدي عشان صح ولا لا؟ إحنا نتعامل مع المؤسسات من خلال ديوان المحاسبة. ماشي. ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي إلنا لمجلس النواب. الآن الآلية بس عشان توضح للمشاهد عشان ما يصير عنده خلط. تفضل. اليوم في لجنة وزارية شكلها دولة رئيس الوزراء في تعليمات خاصة منه من أجل دراسة التدقيق الذي يصدر من ديوان المحاسبة، لأنه هو بده يكتشف ما هي الأخطاء التي ترتكبها موظفين تابعين سلطتهم ولايتهم لإحدى وزاراته وبالتالي له. هذا لا يعفي ديوان المحاسبة من دوره اتجاهنا. صحيح. ولا يملك شوف تعطيها أربعة أسطر. ماشي. لا يملك مجلس الوزراء أن يلغي أي مخالفة وردت في هذا التقرير، هو بيأشر عليها بحولها لإيد مكافحة الفساد يقوم بأداء دوره، ولكن الولاية في هذا التقرير تعود لمجلس النواب من خلال جهته المالية. وغدا على سبيل المثال محاولين إحنا ثمن قضايا للنائب العام، هاي لم تكن محولة سابقا. ثمن قضايا للنائب العام، قضايا شو؟ قضايا تمس بالمال العام، مسؤولين ولا مدراء؟ نعم. احنا نتعاملش مع مسؤولين، احنا نتعامل مع ملفات. مع ملفات احنا بنحول الملف مين فيه مسؤول مين فيه شخص. مثل شو القضايا والله سيدي؟ اذا سيدي بدي اعطيك مثال. اعطيني مثال كويس دون التطرق لأسماء. يعني احدى القضايا وردتنا في تدقيق اللجنة المالية، وجدنا ان هنالك تمديد لإعفاء بنسبة الصفر من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على بند أنه موفر للطاقة، هو عبارة عن كونديشينات توفر للطاقة. وعندما تم تدقيق هذه البيانات من قبل دائرة مواصفات والمقاييس وجدت أنها لا تتفق مع المعايير العالمية لتوفير الطاقة. مندوب ديوان المحاسبة من خلال دراسته للعينات الجمركية أشر بملاحظة على أن هذا الملف يحتوي خلل كونه لم يستوفي الرسوم الصحيحة. الآن هذه الملاحظة وردت في تقريره، وردت إن في اللجنة المالية ارتأينا أن هذه الملاحظة تستحق أن تحول إلى هيئة النظام مكافحة الفساد. لماذا؟ لأنك أنت أضعت مال عام، هذا المال عام كان يفترض أن تحصل القيمة الجمركية عند الاستيراد وأن لا تطبق عليه معايير الإعفاء الجمركي. الحكومة قد اجتهدت في ذلك الوقت وقررت تمديد نسبة الإعفاء أو تمديد خصومات الإعفاء الضريبي لنسبة الصفر لهذا المنتج، علما أنها خالفت أيضا تعليمات صادرة تتعلق بإعفاء غير مبرر. وأنا دوري في اللجنة الرقابية أن لا أوافق على ما وافقت عليه الحكومة. ليش؟ لأن هذا الإضاعة المال العام هنا هو أيضا تمام قضايا للنائب العام وغيرها
خليني بس أوضح كل نقطة. الآن هنالك مخرجات، خلينا نحكي أنواعها. لا نقول هنا أن الحكومة ما بتقوم بدور إيجابي، العكس. يعني 58 ملف من أصل 72 ملف قمنا بتحويلهم لهيئة النزاع ومكافحة الفساد، كانت قد ارتأت أيضا اللجنة الوزارية تحويلهم. يعني هنالك توافق في كثير من الأمور. لكن أنا بس برجع أوضح نقطة جوهرية حتى لا يصير هنالك خلط بالدستور. الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة مرجعيته إلى مجلس النواب. صحيح. الجهات الرقابية ماشي. دسألك سؤال ثاني، الآن أعطيك نوع المخالفات. بس لأنك سألته قبل شوي، في عندك إجرائية، مخالفات إجرائية. هذه المخالفات قد لا ترتقي أنها تصير في هيئة النزاع ومكافحة الفساد، تحتاج إلى تصويب وإجراء إداري وقرار إداري. مخالفات استرداد أموال، ايوه، هاي قد تكون معلش ممكن انه انت كيفت عليه، فتحت في سؤال كبير هذا عليه. خليني بس اشرح لك، اعطيك امثله على استرداد الاموال. ممكن اليوم انت يكون في صرف على بند المحروقات على سبيل المثال يفوق الحد المخصص لاداء وظيفه معينه. هذا البند عندما ارتأى ديوان المحاسب دقق عليه لقى في تجاوز على مسؤول معين، نكتفي ببند استرداد الاموال. إذا ما استردينا المال يحول إلى الأموال الأميرية. نعم. شو تعني الأموال الأميرية؟ تطبق عليه القوانين النافذة بموجبها يتم الحجز عليه واسترداد قصري. طيب بدي عند هاي نقطة قضايا فساد، بقول لك اياهم وبعدين نسأل شو بدي. قضايا فساد، في عندك قضايا فساد. كم قضية حولتوا؟ حولنا لهيئة النزاهة 72 قضية، هذا 2017 17 فقط. حولنا 135 قضية ب 2016 ماشي. حولنا 8 قضايا للنائب العام مباشر. ليش حولنا النائب العام مباشر وتخطينا مكافحة الفساد؟ لأننا وجدنا أن هنالك قضايا مست المال العام بشكل واضح وصريح ولا تحتاج إلى التخمين. طيب. يعني مثلا أنت قمت اليوم بشراء سيارة دون أن تستخدم قرار لجنة عطاءات، وقررت تشتري السيارة كمسؤول. دخلك في عطاءات بتقرير دول المحاسبة؟ طبعا. أنا بتحولوا يعني بتحولوا سيدي؟ طبعا يا سيدي. عندك الوزراء طيب. الذين حولوا مؤخرا وزيرين، وحاول البعض حول. لا يا سيدي. الثاني بعده ما رفع لهم الحصان. ماشي. بس احنا كمجلس نواب حولنا ماشي وزيرين ماشي. هذا جهد مين؟ هذا جهد اللجنة المالية في مجلس النواب وبالتعاون مع ديوان المحاسبة. استدعينا احنا 5 وزراء بالمناسبة في تقرير بشهر 3/2018، استدعينا 5 وزراء واجتمعنا معهم. طيب. وارتئينا إحالة بعض الملفات إلى هيئة النزاهة. طيب. بدروا على الدكتور دكتور فضلك. استرداد الأموال، إذا بفتحوا لك تقرير ديوان المحاسبة، الآن في ناس عليها أموال من زمان. نعم. وبعدنا بكل سنة بنقول استرداد الأموال وما ردوهم. طيب. حسب تصريحك لا يتم إغلاق قطاع يقضي بتسديد أموال قبل تحصيلها. طيب السؤال، لماذا لا يتم تحويل قضايا استرداد الأموال التي صرفت بشكل مخالف سواء مكافآت أو غيرها عن طريق مديرية الأموال العامة والمعنية بتحصيل أموال الدولة تقوم بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمخالفين بدلا من إبقائها استيضاحات 2014 16 18 والله ضعيشنا ل 30 هم تمام. اللي تفضل فيه النائب بأكده سيدي، احنا دورنا رقابي وليس تنفيذي. احنا سيدي واجبنا يعني هذا على النواب لازم هم يعملوا. اكمل لك اسمي. احنا واجبنا رقابي وكشف الحقائق وكتابة الملاحظات والتجاوزات، ومرجعيتنا الدستورية زي ما تفضل سعادة النائب هي مجلس النواب. طيب. وإداريا نرتبط برئاسة الوزراء. صحيح. وبالتالي شكلت اللجنة حتى إذا كان هنالك في تجاوز للمال العام، لما بتصدر التقارير سيدي ما بننتظر 2018 لشهر 11 يسلم للمجلس النواب الكريم. بيكون في إجراءات فورية لمتابعة عمليات التجاوز على المال العام من الحكومة، وبالتالي التقارير الدولية اللي تقدم لمجلس النواب وبالتحديد متابعتها من قبل اللجنة المالية. لكن سيدي احنا ما عندنا زي ما حكيت لا الضابطة العدلية ولا سلطة قضائية ولا تحقيقية. احنا واجبنا كشف الحقائق والكتابة فيها والمتابعة عليها من الحكومة في بما تستطيع عليه، والأمور اللي ذات الأهمية اللي بتبقى بالتقرير اللي زي ما تفضل سعادة النائب. طيب. بيحولوها للجهات المعنية أو بيخاطبوا الحكومة سيدي فيها. في بعض الأمور التحصيل بيمهلوا الحكومة توجيه كتب بتحديد وقت معين لتحصيل الأموال العامة. طيب سؤال آخر. ليس لنا هذه سؤال آخر. بالنسبة لقضايا الفساد، في قضايا بتتحول هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ما بتكون ما إلها ورد بديوان المحاسبة سيدي. ديوان ماشي تفضل. ديوان المحاسبة
بوقف دوره بمتابعة القضايا لحين إذا حولت القضية من مجلس النواب الكريم للجنة المالية طيب. لجهات قضائية أو مكافحة فساد إحنا ننتظر صدور القرار النهائي، وعندما يصدر قرار بتحصيل الأموال ديوان المحاسبة بتابع لتحصيل آخر فلس وبعلم مجلس النواب بهذا السؤال. أخر راح أجيب والله راح أجيب على النقطة، بس خليني معك شوي. بتم الفلترة سيدي ولا ما فيها فلترة؟ كيف بالتقارير سيدي؟ كيف الفلترة سيدي؟ يعني من قيم واحد من حط واحد سيدي. سيدي نعم أو لا؟ لا يا سيدي، لا يا سيدي ولا مطلقة. طيب سيدي مطلقة. هناك استضاحات لم تكن هناك استضاحات أنا والله ما أنا أدرك يعني أنت بعرف أنك جديد. لا سيدي أنا ماشي بس ما أسألني بدكية طيب. لكن هناك مخالفات نعم الاستضاحات تبعتها لم تدرج هون نعم ليش؟ سيدي أول شيء مخالفة كويسة كبيرة يا سيدي أنا ما بعرف إيش أنا أسماء لا أستطيع أذكر بس بعد الهواء أنا بقول لك إياها أنا بدي أجاوبك بعد الهواء بس ما بصير يعني بصير يكون في مخالف للتاريخ يا سيدي أنا بعطيها أنا بعطيها سيدي تقرير ديوان المحاسبة 2018 و2019 رح تفاجئ إنه في أقل استضاحات مش موجودة إذا عولجت إحنا سيدي لما بطلع الاستضاح أو التقرير الرقابي بصدر للجهة المعنية مع نسخة للجهات الرقابية الأخرى أو إذا لم يتم تسديدها أو معالجتها للوزير المعني وبالتالي إلى دولة الرئيس الوزراء أو الحكومة. في كثير من الأمور الاستضاحات بيكون اتخذ الإجراء التصحيحي وسددت لا ترد بالتقرير السنوي، لكن لا يعني أنها لم ترد بالتقرير للأربع شهور أو لم يتم معالجتها. فهذا هو المصفى سيدي لأقول أنا بقاطعك لأنه أسئلة كثير. سؤال آخر اسأل يا سيدي. مخالفات السيارات الحكومية بازدياد ولا بنقصان؟ بنقصان لسببين سيدي النظام تام وأنا أشرفت عليه بنفسي خليني أجاوبك تفضل طبعا. سيدي أول شيء خليني أطمنك حاليا ضمن إحنا عندنا دائرة متابعة السيارات صحيح. الحركة وفيها إخوان من الأمن العام وتحت الإشراف ونخاطب نخاطب الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة النقل. بحب أطمنك حتى سيارة رئيس ديوان المحاسبة عليها جهاز تتبع وبالتالي عندنا نوعين من الرقابة، الرقابة الإلكترونية وعلى الموافقات الإلكترونية وخصوصا خارج أوقات الدوام أو بالعطل الرسمية أو في حال تجاوز أنظمة المرور مثل قطع إشارة حمراء ويصدر فيها تقارير دورية وبعدها تقارير وهي بتنخفض. السبب الثاني أنه قامت الدولة زي ما ذكر سامي بيك الصبح باللقاء الإعلامي بالرئاسة تم سحب بحدود 1100 سيارة وبالتالي انخفض عدد السيارات طيب. فهنالك نعم انخفاض سيدي طيب. قضية ثالثة سيدي ديوان طيب. المحاسبة بالتعاون مع الأمن العام بيقوم بزيارات ميدانية، قمنا بزيارة ميدانية وتم ضبط سيارات وتحرير مخالفات في من وجوده أنهم بتجاوزوا أو يستخدموا السيارات دون تصريح. آخر سؤال عشان أتقل لمعتز ما يزعلش عليه. تفضل يا سيدي. سؤال واحد. مصلحة واحدة. المندوبين. نعم. اللي بديوان المحاسبة. المراقبين. نعم. مراقبين. نعم. معقول قعد 10 سنين بمؤسسة. 10. سؤال جيد يا سيدي. غيروهم يا سيدي. سيدي. والله عشان الشفافية. سيدي معك. سيدي هو في روتيشن للأمانة أنا سألت هذا السؤال ولكن يتوجب إنه العامة. أو الإخوان بمجلس النواب أو بالمؤسسات المختلفة الإعلامية وغيرها يشعروا في هناك توجه لزيادة الروتيشن بنسميه تدوير المراقبين لزيادة من لتعزيز الاستقلالية والشفافية. لكن سيدي أنا سألت في تدوير لكن قد لا يكون بالقدر الكافي اللي بتتوقعه لكن سوف يتم تعزيزه مستقبلا لأنه في ناس لهم عشرات سنوات متفقين سيدي ماشي متفقين. أنا بس بدي أرجع لسؤال أو بدي أسألك سؤال بعد أمرك ماشي. اللجنة المالية نعم تشتغلوا الآن باللجنة المالية صحيح طيب ماشي وبتمسكوا مخالفات نعم ويعطيكم العافية بتحاولوا قضايا وبتتحدثوا عن قضايا وهذه الدورة ربما تكون مختلفة وربما يكون فيها مخالفات كثيرة وتحيروا إلى المدعي العام ولهيئة نظام مكافحة الفساد وكل هذه المواضيع. لكن لماذا هناك اتهامات للجنة المالية؟ أشوف اليوم شو سبب الاتهامات؟ معقول يعني الآن يعني احنا بنعرف انه اللجان هي مطبخ التشريع صحيح. اللجنة بتتعب بتقعد 600 صفحة تقرأها وبتلخصها بتطلع مجلس النواب بتلخص لهم إياك سواء كانت مالية قانونية استثمار كل هذه اللجان إدارية الله يعطيك العافية. بس صرنا نشهد الفترة الأخيرة اتهامات لهذه اللجنة نعم. ليش؟ سيدي أنا بدي تقصير يعني بعملكم؟ لا بالعكس خليني أنا بس أوضح نقطة هامة جدا أن اللجنة المالية تمارس دور رقابي وأي دور رقابي يعني لا شك أنه سيتعرض إلى أي واحد بيشتغل بده يتعرض إلى الكثير من المهاجمة والانتقادات لأنه بالنهاية إحنا لا نتعامل زي ما حكيت لك قبل شوي مع شخوص نحن نتعامل مع ملفات ولا يوجد جهة محصنة أمام اللجنة المالية
بالسلطة التنفيذية. احنا يعني نترك من عند المقام صاحب الجلالة كل من هم دون صاحب الجلالة ليس محصنين أمام اللجنة المالية، حتى الوزراء وحتى النواب أنفسهم. يعني احنا كزملاء لنا احنا كنواب إذا ارتكب النائب أي مخالفة هو عرضة للدراسة من قبل اللجنة المالية، وإذا تبين ورود ما يثبت أن هنالك قضية يعني قد تصل إلى مرحلة الفساد أو الانتفاع من المال العام بشكل غير وجه حق أو تحقيق مصلحة شخصية على حساب الوطن، هذا أيضا يدرس وقد تشترك معنا اللجنة القانونية، وإذا وجدنا أنه يعني تجاوز يحول إلى النائب العام. وبالتالي معناته في تجاوز ومكتشفين تجاوز أكيد. إحنا اليوم بنواب يا سيدي صحيح. إحنا شو هي التجاوزات يعني خليني خلينا ما تتحدث لي حتى لو كان نائب وتحدث في متحكيك أنه يعني في أعضاء مجلس النواب أسماءهم موجود عندكم. إذا هي إجابة على بعض تراشق التهم التي صار نسمع مواقع التواصل الاجتماعي. إذا اليوم بدون ما ذكر أسماء قام نائب بالعمل على عطاء معين في تلقاء من السلطة أو من جهة معينة وتبين هنالك في أوامر تغيير لهذا العطاء وأنها كانت بغير وجه حق، أو إذا كان هذا العطاء قد حصل عليه لأنه ضغط بنفوذه الشخصي ووردتنا المخالفة، إذا قام هذا النائب باستغلال نفوذه من أجل أن يحصل على امتياز معين هو لا يحق له، كلف مال الدولة أو كلف مجلس النواب. وبالتالي أنت بتعطيني أمثلة ولا بتعطيني دلائل وحقائق عند معتز برومان؟ لأنه بداية الحلقة قلت إحنا بعيدين على الانطباع. بعيدين بديش انطباع. أنا بدي حقيقة. إذا قولي أنا بعطيك حقائق، ولكن أنا الآن ما بدي أصرح من هو النائب. لا تقول ليش من هو النائب، لكن قولي شو هي القضية اللي بدكم تعملوها وشو عمل. أنت قلت لي في عطاءات وأوامر تغييرية هذه العطاءات. نعم. وقلت لي استخدام نفوذ. نعم. كيف؟ استخدام شو القضية سيدي؟ نعم. بس القضية عندما يكون عطاءات محالة بالملايين لأجل مقاولات في محافظة، يعني بديش أسمي المحافظة وين هو، ولكن تبين معنا أن هذه الأوامر التغييرية لا ترتقي إلى القيمة العادلة، وبالتالي نحن لنا الحق أن نحقق وأن نستبين الحقيقة. إلى أن إحنا لم نتخذ قرارا فصليا قبل أن نشتلب جميع الوثائق وأن نستمع للزميل. يعني نحن نديه نقول له تعال يا عمي في وردنا ما يلي، ممكن توضح لنا وجهة نظرك. مين هو الزميل؟ خليها معلش، هو الآن ما بدنا نستبق. كم قيمته؟ كم قيمة الأوامر التغيير؟ احنا بنحكي على طاعات بالبلايين، ما بنحكي على أرقام بسيطة. وبنطلب ما بقدرش أعطيك معلومات أكثر وأحدد لك رقم العطاء وين هو العطاء، ولكن ما أقدر. بس ما هذا دورنا، هذا دورك. بس إذا اليوم احنا بنحكي عن تقرير ديوان المحاسبة والدكتور موجود معنا رئيس ديوان، بالعكس من أنت من باب الحصافة المهنية أننا لا نكشف معلوماتنا إعلاميا قبل أن نصدر قرارا فصليا وسيعلن عنه. ما في إشي يكون مخفي. الفكرة فقط أنه عطاء بالملايين. نعم. يتم التحقيق به الآن من قبل اللجنة. نعم. المالية بحق نائب حالي. نعم هيك، وبحق نائب حالي وأوامر تغييرية ونطلب. هو بيقول لك أنه وثائق مزورة، وثائق هذا كله إحنا راح نستبينه. لن نحول أي نائب قبل أن نتبين هاي قضية، قبل أن نتبين الحقيقة. في قضية يعني ثانية قلت لي استخدام نفوذ. نعم. لنائب ثاني ولا نفس النائب؟ لا نفس النائب، عنده ثلاث محاور. بس أنا شو المحاور الثلاث؟ واحد بحكيت لك العطاءات، استخدام نفوذ، استخدام نفوذ قد يكون حصل على ترخيص بغير وجه حق. حتى لو طلبها، شوف حتى لو اليوم أنت طلبت أنك تحصل على إعفاء معين وهو لا يحق لك، أنت مساءل. لا يجوز أنك تستغل نفوذك. زبطت معك هي، زبطت ما زبطتش معناته والله أنا يلا ما حدا شاف حدا. لا، بالنهاية أنت يجب أن يكون هنالك حصافة، لكن تختلف درجة التهمة. هل هو فعلا اكتسب المال وضعه في جيبه؟ هل هو حقق مصلحة أخفاها استخدم فيها يعني حصل أعمال بغير وجه حق؟ هل هو أعفى نفسه من تكلفة لأجل أنه يستغل أموال من الخزينة؟ هذا كله سيدرس وسيقدم. بديش أنا نضيع كل حلقة عليه، لكن سيكون هنالك إن شاء الله. متى؟ بكرة؟ تدقيق. إحنا بكرة فعلا، إحنا بكرة عندنا جلسة من أجل هذا الموضوع ونستعرض الحقائق، وسيكون هنالك وضوح وثبات في رؤية اللجنة المالية، ولن نستند على أهواء ولا على فيسبوك ولا إيش أنت تراشق التهم. يعني مستند على حقائق. فيسبوك بين النواب قصدك؟
لا بالضبط. أيوة. يعني اليوم احنا للاسف صرنا نشهد ان هنالك تراشق تهم بين اللجنه الماليه وبين النائب وبين النائب. طيب لا يجوز هذا الحكي، مرفوض. انت امامك الان مجلس نواب، قدم البيانات التي لديك، استمع للشكوى اللي عليك وقرر اذا كان هنالك اي جانب. واحنا لن نتهم، يعني برجع اوضح عامر بيك، ان اللجنه الماليه لم تتهم اي شخص. اللجنه الماليه تقول عندما يردنا اي معلومه هذه معلومه نتحقق منها، وهذا حقنا يا سيدي. اليوم لو معتز ابو رمان ارتكب مخالفه، يجب على اللجنه الماليه ان تحقق معاه وانا توثق من هذه المعلومه. ولا اقول ان تحقق معك شخص، التحقق وليس التحقيق. انت تتحقق اللجنه القانونيه اللي بتحقق صح؟ لا اللجنه الماليه تتحقق من المعلومات وليس تحقق، هي تتحقق من هل هذه المعلومات صحيحه. هل يعني اليوم كيف احنا ندقق على ديوان المحاسبه؟ نحن ندقق على ديوان المحاسبه من ضوء اذا كان هنالك في البيانات ما يعزز قناعتنا بوجود شبهه فساد مالي. دروا على فاصل، وبعد الفاصل نتواصل. وشاور حالك بك الله، قلت لنا من هالنائب. فاصل قصير نتواصل. اهلا بكم من جديد، واهلا بضيوفي. دكتور مساء الخير. معقول ما عندكوش معهد تدريب سيدي؟ كان عندكم معهد مرتب، يجوا هيئة الانتخابات. انت عارف القصة يعني. سيدي احنا عندنا للأمانة قاعات تدريب ومنستغلها، لكن كان المشروع التوسع يكون مركز تدريب إقليمي، وتقصد في المبنى كان هو مخصص انه يكون مركز تدريب إقليمي بيند الحاجة لديوان المحاسبة بالعدن والكفاءات. لكن لدى ديوان المحاسبة طبعا عندنا مديرية تدريب، وعندنا مدربين متخصصين، وعندنا قاعات ومسارح تدريب كافيه للكادر الحالي بصدق. يعني طب سيدي احنا يعني تجربه شخصيه، تفضل. اطلعت على دول ديوان المحاسبه عندنا هون بقناه المملكه. نعم. كانوا جنبا لجنب مع الموظفين. نعم. فبالتالي الموظفين وكانهم اخذوا دوره تدريبيه بعمل ديوان المحاسبه، وديوان المحاسبه اتعلم وعرف شو هو شغل القناه. نعم. وبالتالي يعني ما كانش في شيء مخفي. نعم. طيب ليش لا يتم تعميمها؟ نعم. يعني يروح الناس تتدرب تعرفوا شغل ديوان المحاسبة شو هو. نعم. شو رأيك سيدي؟ سيدي فكرة ولا لا؟ فكرة سيدي. احنا مرحلة التطور مرحلة واسعة اللي تفضلت فيه. أول شيء سيدي المنهجية كلها، وأنا زي ما حكيت لك حتى كان لي اجتماع لتوفير التمويل اللازم لديوان المحاسبة بتوجيه من دولة رئيس الوزراء مع معالي وزير التخطيط، حتى ننمي شغلتين بديوان المحاسبة. نعم. العنصر البشري اللي هو الأساس طبعا سيدي. في إشي تدريب، في كلاس روم، في اون ذا جوب تريننج أول إشي يعني. نعم. في وموضوع خطة التدريب سيدي، مش بس على طرق وأدوات العمل، بده يكون عندك خطة تدقيق شمولية من السوفت سكيلز، من التعامل مع الناس، من الأمور اللغوية، لأنه هنالك بعض الأمور تتطلب مقدرات لغوية، استخدام الحاسب الآلي. نعم. المنهجيات المهنية، علم المحاسبة كمان في القطاع العام. فيتوجب وضع خطة تدريب شمولية ولكل فرد. هذا الحكي أول جانب. الجانب الثاني سيدي تطوير وسائل وأساليب العمل. لا تزال أساليب العمل إلى حد ما تقليدية، تعتمد بطريقة رئيسية على الورق. إحنا بحاجة لاستخدام برامج سوفتوير مؤتمتة، الاستثمار في أجهزة حاسب آلي، وحتى الأمور الإدارية يتم مكننتها للتماشى مع موضوع الـ EV Government، ديوان المحاسبة، في طور إعادة تأهيل أساليبه وإجراءاته وتطوير العاملين. سؤال آخر، التوأم اللي بعملها ديوان المحاسبة بعدد كبير من الدول، تنتين سيدي. طيب يا سيدي شو المؤشر اللي بيشتغل على ديوان المحاسبة؟ لأنه إذا نجحت هذه التوأم معناته إحنا خفضنا قضايا الفساد، خفضنا الترهل الإداري، خفضنا كل هذه المخالفات، صح ولا سيدي خبار؟ بصدق إذا بتطلع على الإحصاءات اللي ذكرها سعادة النائب وقارن لك هلا 2016-17 وهي تقرير 2018. نعم. وأنا مطلع لتاريخه على 2019. نعم. في انخفاض تدريجي بالقضايا المحول للدعاء العام والفساد حتى في حجم التقرير. نعم. لكن سيدي بدي أحكي لك شغل واحدة، هنالك زي ما تفضل سعادة النائب، الموضوع مش الكم. مرات أنت بتضطر تكتب تقرير تفصيلي ونوعي بمخالفات إجرائية. نعم. وبالتالي
كان يتوجب إعادة تبويبها وتلخيصها بطريقة مختلفة بدل سردها فرديا. يعني أنه الملاحظة لا تكرر من دائرة إلى أخرى، يمكن تجميع الملاحظة ومعالجتها بتوجيه أو بقرار أو بقرار إداري أو قرار من الوزارة أو بتوجيه من مجلس النواب لمعالجة قضية عامة. مثلا لما نقول في مخالفات سيدي تجاوز في حركة السيارات، ما في داعي لذكرها عن كل دائرة، ممكن نذكر الملاحظة ونذكر العدد ب ملاحظة واحدة عن كافة الدوائر التي تجاوزت مع عدد المخالفات، بدلا من ذكرها بكل جزء من التقرير لكل مؤسسة أو لكل وزارة. ففي توجه لإعادة التبويب والتركيز على الملاحظات، وبالتالي تجميع الملاحظات المتشابهة حتى يكون اتخاذ قرار مرة واحدة في معالجة هذه القضية من الحكومة، طبعا من خلال اللجنة الوزارية أو لما تعرض على مجلس النواب مشان يعرف هذه المخالفة حجمها الفعلي. نعم. طيب الآن سيدي، نعم، شغل تقرير ديوان المحاسبة رح يكون مختلف تماما، وبالتالي هل سيكون لك دعم لديوان المحاسبة؟ لأنه أكيد في عندكم، خليني بس أحكي نقطة هامة جدا. طبعا تفضل. أنت ركزت على سؤال أن تدقيق ملفات ديوان المحاسبة هل هي بالحجم أم بالكم. أنا بدي أحكي نقطة، كل ما زاد العمل زادت مخرجات التدقيق، وهذا إشي إيجابي. أنا اليوم بعتقد أن الإجراءات الوقائية وضبط الحوكم الرشيدة ستخفف من المخالفات، ولكن من أراد أن يفسد سيبحث عن وسيلة عشان يفسد فيها. والذي يفسد هنا بعد اتخاذ إجراءات وقائية في العادة يحاول أن يخبئ ما قام به. أنا أحتاج إلى ذراع رقابة حتى تدقق على ذلك الملف. أعطيك مثال، وإحنا هون ما بنتكلم فقط عن موظف بسيط، قد يكون الفساد جاي من المدير المسؤول. يعني اليوم إحدى قرارات التي يعني حولت إلى هيئة مكافحة الفساد بقرار من مجلس النواب، شوف ديوان المحاسبة كتب فيها، اللجنة المالية كان، هلأ راح أحكي لك إياها، اللجنة المالية ارتأت إخلاق الملف، أنا ارتأت أني أخالف رأي زملائي، قدمت مخالفتي إلى مجلس النواب، قرأت في مجلس النواب وتم التصويت عليها وحولت إلى هيئة مكافحة الفساد. كانت عبارة عن قرار بشراء بمنح فضلة بالسعر التفضيلي إلى مدرسة خاصة من أحد أمناء عمان السابقين. ليش أنا بقول هذا كان فسادا وارتأه آخرون وليس فسادا؟ في أن أحكام لبيع الفضلات أو الأراضي هذه لم يطبق هذه الأحكام، رغم أنه مرت بإجراءات قانونية وعرضت على اللجنة، واللجنة قيمت سعر معين، إجا المسؤول أو الأمين العام أو المدير، هو أمين عمان تقول لي أمين عمان نعم، إجا السابق أو الأسابق، سابق إجا قال أنا يا عمي هذا السعر غير مرفوض، شطب عليه. خلينا نحكي إنه السعر كان، أقول لنا شو السعر، ليش السعر كان تقريبا بقيمة خمس بيطلع 200,000 دينار، وحط السعر 40,000 دينار تخفيض، خفض. طب أنت ما معك صلاحيات تخفض، حتى وإن كنت صاحب ولاية وكنت وزيرا أو مديرا عاما، أنت ما معك صلاحيات. اللجنة لما لقت أنه المدير العام أو الأمين عمان قرر التخفيض اتبعت قرار أمين عمان، ماشي، وتم بيع الفضل بهذا السعر. أنا ارتأيت أن هذه مخالفة ترتقي إلى استرداد المال ولا الفساد، لأنك أنت تجاوزت على مال ليس لك، وهذا مال دولي، هذا مال المواطنين، هذا مال العام، وبالتالي طلبت بتحويل القضيه الى مكافحة الفساد. في ذلك الوقت كانت اللجنه ترتقي ترى انه ضمن صلاحيات، وان هنالك اسباب اوردها الامين العام امين عمان انها كافيه وانها مقنعه. انا ارتأيت عكس ذلك، ومجلس النواب ايد ما ذهبت اليه وحولت الى هيئه مكافحه الفساد، وبالتالي ليست العبره بتقليل عدد صفحات. الآن هذا الدور يشبه دور قضائي. إحنا كمجلس نواب، أنا سئلت عن مخالفات كثير، أنا حولتها، حتى سئلت عن أراضي طنيب أنه هذه الأراضي يا معتز لماذا لم تكمل الدور في التحقيق؟ الجواب واحد واضح، أن المجلس القضاء أو الجهة القضائية المدعي العام داعي العام تولى التحقيق بالملف وأغلقه بقرار من المدعي العام، وبالتالي انتهى دوري أنا كنائب. أنا لا أستطيع أن أتجاوز دوري. الآن برجع بحكي 30 ثانية، خلص وقت البرنامج، برجع ب30 ثانية. إذا أردنا فعلا أن نحقق
مكافحة للفساد وأن نضبط الحرص على المال العام، يجب تمكين الدور الرقابي والتدقيقي لديوان المحاسبة. صحيح. كلما تراجع دور ديوان المحاسبة أنا ما بنبسط لما أشوف الملف قل، أنا بنبسط أنه يقل بسبب تراجع المخالفات، مش يقل لأنه خففنا العينات. نعم. أو شكرا لك رئيس التحقيق على تقرير ديوان المحاسبة النيابية سعادة النائب معتز برومان، شكرا لوجودك. شكرا لك دكتور عاصم هدد. شكرا. دمتم بخير.